في إطار مواصلة متابعة أوضاع الجالية التونسية في جمهورية النيجر الشقيقة، وهذا إثر الأحداث الأخيرة اللي شهدها البلد هذايا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه تبعا لقرار السلطات النيجيرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني، ستعود الخطوط التونسية تدريجيا إلى سلف نشاطها التجاري بمطار نيامي، وذلك بداية من يوم السبت 5 أوت 2023، وينتظر أن تنطلق رحلة العودة إلى تونس اليوم الأحد 6 أوت على الساعة 11:30 صباحا. ودعت الوزارة التوانسة المتواجدين في النيجر وراغبين في العودة إلى تونس للتواصل مع بعثتنا الدبلوماسية بواغادوغو لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف وأقرب الأجل، وذلك بالتنسيق مع ممثلية الخطوط التونسية بالكوديفوار، وحتى أرقام هاتف وعنوان بريد إلكتروني على ذمتهم باش يسهل عليهم التواصل مع الجهات التونسية. طبعا بتعليم من رئيس الجمهورية وزير الداخلية ياخو هذه القرارات في الوقت اللي تم فتح المجال يعني الجوي بصفة ولو مؤقتة، وزاد عدد دول أخرى قاعدة تقوم بإجلاء رعيها لأنه الوضع غير مستقر، وتعرفوا اللي صار التطورات العسكرية، وحتى بين تونس السابق على خلفية هالأحداث هذية أو الانقلاب، ما يعرف أنه انقلاب عسكري في النيجر. تونس كانت دعات معناها للعودة إلى الشرعية الدستورية والقانونية، وحذرت منها الانقلاب اللي صاير في النيجر ومن تداعياته على النيجر وعلى المنطقة والإقليم، ومعناها البلدان اللي هي باش تتمس ويوصلها معناها تبعات هذا الانقلاب. النطق رسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين جبيبلي يقول بأن الوحدات الأمنية التونسية عثرت على جثث لأفارقة من دول جنوب الصحراء على الحدود الغربية وعلى الحدود الشرقية. يوضح العميد أنه الوحدات الأمنية حاولت إسعاف عدد منهم وحاولت نقلهم إلى المستشفيات على غرار الحوامل والحالات الاستعجالية، وأكد على الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين. كما بين النطق الرسمي باسم الحرس الوطني إنه الفيديوهات اللي تم ترويجها حول الأفارقة جنوب الصحراء على الحدود يقول هي فيديوهات مفبركة، والهدف منها هو الإساءة إلى تونس، وأضاف بأنه الأمن التونسي مطالب بحماية حدودنا ولا نتحمل مسؤولية ما يقع خارج الحدود التونسية. ذكروا بأنه الرئيس قيس سعيد كان أكد أنه تونس هي حارسة لحدودها فقط ومسؤولة على الحدود متاعها البحرية والبرية والجوية أيضا، وباش تتصدى معناه للعملية هذه، تبقى إذا حاجة صارت خارج حدودنا في حدود دولة أخرى فهذا معناه ما هوش ذنب تونس. وكان أكد رئيس الجمهورية أن تونس لن تكون دولة للتوطين أو إعادة الترحيل، هذا قرار رسمي لا رجعة فيه. في نفس السياق، الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس نظمت البارح يوم صحي مفتوح لعدد من النساء والأطفال من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تم خلاله تخصيص 100 عيادة مع عمليات تقصي اختيارية لمرض السل ومرض نقص المناعة المكتسبة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحه بصفاقس حاتم الشريف. الشريف يقول بأنه هالعيادات المقدمة تندرج في إطار العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمهاجرين غير النظاميين، وخاصة اللي هما بلا مأوى قار، وهذا معناه يبين دور تونس وشنو اللي قاعدة تعمل فيه، كله في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.
حادثة أخرى هزت الرأي العام في سوسة، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة توليت الاحتفاظ بصاحب مخبزة على خلفية ارتكاب مخالفات للترتيب والإجراءات القانونية المنظمة المهنته نجمع عليها جريمة المضاربة غير المشروعة حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية هشام بسبيس. بسبيس وضح أن النيابة العمومية تفاعلت مع تدخل مواطن بإحدى الإذاعات لكشف تجاوز صاحب المخبزة بعد ما امتنع عن بيع الخبز للمواطنين، وتعهدت النيابة العمومية بالموضوع وكلفت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بإجراء الأبحاث اللازمة وثبت حصول التجاوزات اللي تم ذكرها، فتم إيقاف المعني بالأمر. تعرفوا أنه أزمة الخبز معناه بتعليمات من رئيس الجمهورية، كل الوزارات المعنية داخلية تجارة فلاحة كلهم يعني معنيين بمتابعة الإشكاليات وتطبيق القانون بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. في ولاية الكيف سجلت مصالح الحماية المدنية في الفترة الأخيرة 3 حالات وفاة غرقا بالسدود والبحيرات الجبلية الواقعة في الكيف، أحدها لشاب بسد ملاق وزوز لمراهقين بسد سيرات جنوب الكيف، حسب ما أكدوا المدير الجهوي للحماية المدنية بالكيف العميد سالم اليوسفي. اليوسفي ادعى في تصريح الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر وإلى ضرورة تحسيس أبنائهم بخطورة السباحة مع هذه المنشآت المائية اللي تم تركيز علامات بجانبها تمنع السباحة فيها بصفة قطعية حسب تأكيده، ولكن تعرفوا حرارة الطقس مع المناطق الداخلية اللي تفتقر لمعنيها المقومات الأساسية متاع الترفيه بالنسبة للشباب والمراهقين والأطفال والتلاميذ وغيرها، فتخليهم ساعات يلجؤوا إلى البحيرات والسدود الجبلية للسباحة، ولكن للأسف الشديد نسجلوا مثل هذه الحوادث. في سوسة أيضا هشام بسبيس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة واحد والناطق الرسمي باسمها يقول بأنه النيابة العمومية عهدت لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة القيام بالأبحاث اللازمة للكشف عن هوية شخص يرجح أنه يكون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء والقبض عليه على خلفية إلحاقه أضرار بدنية متفاوتة الخطورة بامرأة مسنة حاول اقتحام منزلها بمنطقة سهلول 4 في مدينة سوسة. ووضح انه معناها التدافع حصل بين صاحبة المنزل والمفتش عنه المشار اليه بعد ما تفطنت لوجوده داخل المنزل، اتعمد الاعتداء عليها بآلة حادة كانت بحوزته سكين ويتسبب في إلحاق أضرار بدنية متفاوتة الخطورة بها قبل أن يلوذ بالفرار. الأبحاث ما زالت جارية للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه في أسرع الأجل.